ازيكم احلى ناس في العالم، انا شيف عمرو حلمي وده طبخنا سوا على انرجي. كل يوم هكلمكم عن الاكل في رمضان قبل الفطار. النهارده الحلقه دي حلقه السهوله والطفوله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده هعمل صينيه في الفرن كفته بالطحينه، ولا اسهل من كده. وكمان هعمل جنبها مهلبيه شعريه باللبن. مين فينا وهو صغير ما كانش بيحب الشعريه باللبن؟ تعالوا نشوف هعملهم ازاي في الفيديو ده. هنحتاج ايه بقى عشان نعمل كفته بالطحينه؟ هنحتاج صينيه غويطه وبولتين. المقادير بقى عبارة عن إيه؟ كيلو لحمة مفرومة، 7 بهارات، ملح وفلفل، بصلة مفرومة، قرن فلفل أخضر حامي مفروم، معلقة توم صغيرة، 4 معالق زيت زيتون، بقدونس مفروم، كزبرة ناشفة، بطاطس متقطعة مربعات متوسطة مقلية، لوز محمر للتزيين وده اختياري، بقدونس للتزيين. مقادير بقى صوص الطحينة: 1 كوباية طحينة، 1.5 كوباية مية، 1/2 كوباية زبادي، معلقة صغيرة توم، 2 معالق عصير ليمون، وملح وفلفل. الطريقة بقى ولا أسهل. هنحط اللحمة في بولة كبيرة ونزود عليها البصل وقرن الفلفل الحامي والثوم والبقدونس وزيت الزيتون ونقلبهم كويس. بعد كده هننزل بالبهارات ونعجن كويس قوي اللحمة لحد ما تدي ملمس زي العجين كده، ونقوم بدخلينها التلاجة تتشمع لمدة 1/2 ساعة. بعد كده هنطلعها ونشكلها بإيدينا على شكل كور صغيرة ونرصها في الصينية، بس محتاجين ان احنا نسيب ما بين كل واحدة والتانية مسافة كويسة عشان ما نلزقهمش في بعض، وإلا الكفتة هتنزل ميتها وتتسلق بدل ما تتحمر زي ما احنا عايزين. دلوقتي بقى ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 1/4 ساعة. على ما الكفتة تتحمر تعالوا نعمل صوص الطحينة. هنجيب بولة ونقلب الطحينة مع الزبادي ونخففهم شوية بالمية لو محتاجين. احنا عايزين قوام الصوص ده يبقى إلى حد ما خفيف لأنه هيتقل في الفرن، بس برضو ما نخففوش قوي لدرجة انه يبقى مية يعني. بعد بقى ما نظبط القوام هنتبله بملح وفلفل وتوم وليمون. فاضل بقى نجمع كل حاجه مع بعض. هنجيب الصينيه اللي فيها الكفته بعد ما استوت ونرص فيها البطاطس مع الكفته ونصب فوقيهم صوص الطحينه وندخلهم الفرن تاني لمده 10 دقائق بس. اول بقى ما يطلع الاختراع الجميل ده هنزوقه باللوز والبقدونس ونقدمه على طول. اختراع يا جماعه من بلاد الشام خطير، لو ما جربتوش الكفته بالطحينه فايتكم كتير. تعالى اقول لكم بقى احلى وصفه لمهلبيه الشعريه، اختراع خطير وبيفوق جدا. هنحتاج له ايه في الادوات؟ هنحتاج حله، سباتولا، وكاسات للغرف والتقديم. المقادير: هنحتاج لتر لبن، علبه حليب مكثف محلى، 1 كوباية دبس تمر، 300 جرام شعريه، 100 جرام تمر متقطع ومنزوع البذر، 50 جرام زبده، 3 معالق كبيره نشا، معلقه صغيره فانيليا، 2 كبيرة مية زهر، فستق مجروش التزيين، وجوز هند شرايح للتزيين، ودول اختياري. تعال ندخل على الطريقة. في حلة على النار هنسيح الزبدة ونحمر فيها الشعرية لحد ما تاخد لون ذهبي جميل جدا. بعد كده هننزل عليهم 3/4 كمية اللبن واللبن المكثف والفانيليا ومية الزهر. نفضل نقلب فيهم على نار هادية لحد ما الشعرية تستوي. هنكون مدوبين بقى النشا في الربع اللي فاضل من كمية اللبن، وأول ما الشعرية تستوي ننزل بيهم عليها ونقلب ويدوب تقلبتين لحد ما نحس كده ان اللبن بالشعرية بدأ يتقل. هنرفعه على طول من على النار ونسيبه يهدى شوية، وبعدين نصبه في البولات وندخله التلاجة لحد ما يمسك. وما نحب نقدمه هنخرجه من التلاجة ونزوقه بدبس التمر والفستق المجروش والجوز الهند الشرايح، وطبعا اي مكسرات تانية انتم ممكن تحبوها، ودبس التمر برضو اختياري، بس انا حاسس ان التمر ورمضان لايقين جدا مع بعض، وكمان مع الشعرية حاجة ميكس خطير بجد. اخر حاجة لو عملتوا الوصفات دي صوروها قبل ما تتنسف ونزلوها ستوري على انستجرام وفيسبوك وعملوا لي منشن انا وانرجي ايجيبت وهنشيرها لكم. ونصيحة كمان، ما تفوتوش حلقات كل يوم من طبخنا سوا في رمضان الساعة 4:15 قبل الفطار عشان هتعرفوا وصفات وحكايات أول مرة أقولها. عمرو حلمي.